شاهدوا العجلة الصغيرة في الحظيرة وشكلها الجميل والرائع، يعني بصراحة حاجة في قمة الجمال وقمة الروعة. بسم الله ما شاء الله، جدا جميلة وكيوت. طبعا هذه العجلة نتاية أو أنثى يعني. طبعا بصوا جدعان، وسط المزرعة وسط الطبيعة، يعني بصراحة حاجة في قمة الجمال وقمة الروعة. ودي منظر العجلة الصغيرة، حبيت اصورها لكم هنا وسط الحظيرة في المزرعة، يعني حاجة جميلة جدا وحاجة روعة. طبعا زي ما شايفين حضراتكم لونها ابيض في اسود، يعني بصراحة حاجة جميلة جدا وحاجة روعة. يعني زي ما شايفين حضراتكم دي منظر البقرة الصغيرة وشكلها الجميل والكيوت والرائع، حاجة جميلة جدا وحاجة روعة. وهنا تكون نهاية هذا الفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.